خرج مرحبا بك اخويا معنا الجديد في اسبريس، والحمد لله على سلامتك بعد ما خرج ديال تمسي. خويا زوي على الله يسلمك، وتحية ليك وتحية كاع الناس اللي كيتبعوا هاد الخدمة ديالك، وشكرا على الاستضافة ديالك هنايا في مدينة فاس ليا. مرحبا بيا عندك. مرحبا بك عبد الرضا. عبد الرضا شنو السبب ديالك في التواجد ديالك امام المحكمة الابتدائية في مدينة؟ اخويا كاين واحد من اليوتيوبرز اللي معروف على هنا في فاس ومعروف في القنوات كاع اللي كيعرفوه كل شيء، هذيك الاسماء اللي انا باش نبقاو كل واحد نعطيوه القانون ديالو ما نقولو حتى شي حاجة. كاين واحد السيدة تعتقل، وانا تعتقلت على نفس اليوتيوب على السب والقذف وعلى الضرب في الاعراض، وديت واحد المده ديال عام ديال الحبس، والحمد لله النيابه العامه والقضاء المغربي نص معايا وحيد لي واحد الربع شهور. ولكن علاش ديت هذاك الحبس؟ ديتو على نفس الطريقه اللي غادي بها السيد هذا. فاليوم كنجي كنبه بزاف ديال الناس وبزاف ديال القنوات باش ياخذوا عبره مني، انا اول واحد ياخذوا منه عبره، لانني يعني عارف بزاف الناس كيتابعوا ابو رضا، وعارف بزاف الناس يعرفوا ابو رضا، وبزاف القنوات اللي غادي يشوفوا ان شاء الله هذا الفيديو هذا وما غادي يقولوا التعليق ديالهم. فخوتي اش نقول لكم بالنسبه لهذا السب والقذف؟ فهي خرجت واحد المسطره قانونيه عند وزير العدل، وراه اللي ما يمشي لدوزيم ولا يمشي لاي بلاصه هو غادي يعرف القانون ديال هذه المسطره هذه. فكنتمناو من هذا الشيء انه ينقص في المغرب كاع بواحد الحديه كثيره، لان باش تسب بنادم الام ديالو ولا تسبلو الابن ديالو ولا تسبلو الاخت ديالو، لا من هذا الطرف لا من الطرف الاخر، راه داك الشيء راه ما كيرضي لا الله لا العبد. وحتى المجتمع ديالنا كيمشي في واحد الهويه، حتى الناس اللي كيتفرجوا علينا برا تيقولوا واش هادو مغاربه هكا دايرين عايشين بهاد. دابا حنا عايشين غير بالسب والشتم، سبنيش سمك غادي ندي معاك الفلوس، غندي السوبر شات. كيدخلوا ناس ما كنعرفوش يد خفيين، كتعرفهم غير في مواقع التواصل الاجتماعي، كيتصل بك بالواتساب واحد شويه كترهن عنده لاكارت ديالك، واحد شويه كتواصل معاه، واحد شويه كيقول لك دير، واحد شويه كتقول انت هذاك باش انه يرضيني على وداك المال. هذا الشيء كامل شكون اللي مثلا السوبر شات كتزيد الانسان تيزيد الشيطان تيزيد يلعب فيه باش كيولي يسب بزاف. هو كلامك اخويا معقول السوبر شات، لان بنادم فقير تمشي تشوفو فقير تيشوف داك السوبر شات كيزيد يتشحن، هذاك السوبر شات هو الشيطان هو التشحين، بهذه اللغه نسميه شيطان سوبر شات شيطان. علاش؟ لان ما كيعطيكش بان سوبر شات وانت كدوي ترطب ولا كدوي شي موضوع على الوطن ديالك ولا كدوي على شي موضوع نصاوبو هادي ولا نديرو هادي ولا نفعلو هادي ولا نمشيو لهاد البلاصه، كيعطوك السوبر شات على السب والشتم. ما عندك انت كتزيد في السب والشتم ما عاد السوبر شات كيجي، فهمتيني؟ انت عاوتاني كتشوف الشر غادي يدوز، ما سبيتي ما عيرت ما عندك ما تاكل ما تشرب، فهمتيني ولا لا؟ خصك تسب ناس اخرين، خصك تعاين ناس اخرين. وانا خوتي ما نقولكمش هاد الحاجه، انا راه درت ماشي ما درتش، راه سبيت راه عايرت وديت العقوبه ديالي، واي واحد تيدير بحالي يتعاقب. هذا هو القانون ديال المغرب. باش علاش؟ باش نحيدو نجزروهم نبقاو نقصوهم بواحد بواحد. انا براسي عاود سبيت، انا راه قالها لي الرئيس والوكيل الملك قال لي تسب نجيب. فهي بالنسبه لي انا كان قنوات عزيزين عليا، لا من هذا الطرف لا من هذا الطرف، حاولوا انكم تفادوا السبان، تفادوا العائلات، تفادوا الابناء، تفادوا الخواتات. راه هذيك الام اللي غادي تجي لعندك انت الزياره راه كدوز عليها 1000 محنه ومحنه ومحنه، راه ماشي يجي وتخلي للحبس، راه تيجي بالو حويجات ولا كذا، ولكن تقلب كاين انها تيشكوا فيها ولا شي حاجه انها تقلب. تخيل انت الام ديالك كانت مرتاحه ما عمرها شافت البيب السجن، كتجي كتقلب الا شكوا فيها يقدروا يوصلوا لهاد الجلابه، انت معذب الام ديالك. شحال كتشوف هاد الام ديالك انت مدارا في النهار؟ ربع ساعه. واش ربع ساعه تكفيك انك تجلس مع امك سنين كثيره، ولا تشوفها ربع ساعه وتدخل؟ فهمتيني ولا لا؟ هذه هي الرساله ديالي لجميع المواطنين المغاربه، وشكرا لكم كاملين. شوفوا انا واي حاجه لا اللي دار فيا ولا اللي درت فيه انا كنطلب السماحه منهم هما، وانا كنسمح لاي واحد. علاش؟ لان هذا الشيء وصلنا الله سبحانه وتعالى، والعواج هذه على الابواب العيد الله يدخل على كل مسلم بالهنا وبالفرحه وباش ما بغى، والاسر المغربيه وكلنا خوت وغنبقاو حنايا مغاربه. راه شوف ننتقدك باحترام، ننتقدني باحترام، لا داعي السب والشتم. وكنتمنى من الناس اللي كيدخلوا بهذا السوبر شات، بغيتي تصيفط السوبر شات صيفطو بشي كلام نقي باش نحس براسي انا كان انا راه انت مهتم بيا، ماشي تعطيني السوبر شات حيت انا كنسب فلان ولا ضد فلان ولا كنعاير فلان. عطيني داك السوبر شات وانت راضي عليا بكلام طيب، شي حاجه تعاونني بها، فهمتيني؟ طلعت القناه ولا ما طلعتش القناه راه كلها ورزقو ربي، راه مخسر في الارزاق في الدنيا وفي الاخره. القضيه ديال الام ديالك، القضيه ديال الام ديالك ابو رضا، الام ديالك حيت كنعرف بانه واحد الام ديالك
الحاجات اللي ديال بريمير فيلم. كيفاش كنتي كتحس براسك وانت داخل السجن ان الام ديالك ضربه تماره وجايه لعندك وجايه تزورك وخصها تجمع واحد البركه اللي تجمعها وتصفها الحساب ديال الكتاب ديال السجن انك باش تكون تعيش تما؟ اخويا شنقول لك دابا شنو، ماشي بغيت نبكي، هو راه الدموع كاين في القلب. انا بلا ما نبكي على مدة الله يسمح لي من الوالده، انا بضروره حسيتي براسك ظلمتي في الام ديالك، ظلمتها لان بعيد على هاد مواقع التواصل الاجتماعي، وانسانه بنت الباديه ما قاريه ما واعيه ما كتفهمش في هاد الامور هادي، وخليتها انها تطلع للمحاكم عده مرات. بدا غير المحاكم بلا ما نهضروا على السجن والفلوس، نهضر لك بعدا شويه على المحاكم. تجي حتى للمحكمه وتجلس نهار كامل وتخلي الدري ديالي بوحدو، فانا كنطلب منها السماحه. بالنسبه انها كتجي تزورني اخويا ما نكذبش عليك، كنت انا كنبغيها تزورني كل سيمانه، ولكن في الام ديالي كبيره وعيانه كنقول لها ما تجيش عندي حتى الشهر. علاش؟ باش انا ما توقعلاش شي لا يصير شي اكسيدون في الطريق ولا تسخف ولا كذا، لان واحد النومه لا شوف، بكل روح رياضيه ما درنا فيها ماشي بنادم هو اللي غادي يتهلا في امه ويجيبها للحبس. لا كاع المغاربه بلا اليوتيوب، راه امك ماشي دارك ربي باش انها تجيبها للحبس تعذب، لان مسكينه هي يقدر كتعاني في الصمت وما تقدرش تدخل انت تقول راني كنعاني في الصمت. لا رونا خلاص فرحك بواحد البركه بواحد كذا حويجات، شنو خصك صابون كتغسل كتاكل كتشرب، وانت ضروري خصك ديما تقول لها ديك اللعبه ديال اي كناكل وكنشرب، واخا انت فعلا كاع الا كانت ناقصك شي حاجه ما تقدرش انها تخسرها، لان عارف الاحتياجات ديال الام مسكينه في واحد السن 54 64 سنه بلا ما نزيد. وزيد واحد الحاجه اللي بقات فيها هي تما شهور ما شفتش ولدي. ولدي بغى يجي عندي الزياره، ولكن عندي واحد الفكر زوين هنا خويا زهير. لا ماشي بغيتي تشوفني، ما بغيتيش تتعلم على اداره السجون، ما بغيتيش تشوف داك الكرياج، ما بغيتيش تشوف داك الشبيك، ما بغيتيش تشوف داك التقليبه اللي كيقلبوا امي، ما بغيتيش هو يقلبوه، فهمتيني؟ الدري مازال كيقرا مازال صغير، قلت علاش نضيعه؟ واخا هو كان كيتصل به هاتفيا داخل السجن تيقول لي بغيت نجي يا بابا، تنقول له بلا ما تجي قرا ونجح وكذا، هذا الشيء راه ما ينقلكش في الذاكره ديالك، اش راه بقى له في الذاكره ديالو غادي يعيش مع داك الشيء، فهمتيني ولا لا؟ دابا هذا الشيء اللي كاين. وكاين واحد الحاجه اخرى، هو خوتي ما شفتهمش، هو تاتي دابا مده ديال 8 شهور هذه حتى هما ما عمرني شفتهم غير بهذا السجن، فهمتيني ولا لا؟ ولكن الحمد لله ربي فكها، وانا ما غضبانش، انا فرحان، تعلمت واحد الدرس، تعلمت درس اخلاقي وادبي وكل شيء فيه، لان هذا الدرس هذا راه مزيان للمغاربه كاملين. كنتمنى اللي شاف هذا الفيديو هذا والله يرحم باكم، ماشي بارطاجيوه للقناه ولا نطلعوا به الاكسون، بارطاجيوه وعطيوه للناس، حيت انا عانيت، ماشي دوزت 8 شهور تشوفني هكا بوكوت ولا شي حاجه ولا واقف على رجلي ولا كذا، لا. عانيت بزاف نفسانيا، كنت عندي على الاقل كنت درت 4 مرات في الشهر، حتى 5 مرات في الشهر، كنت درت مع السجانة. كل واحد شفت يقول شي كلمه ماشي هي هذيك، ولا انت تقول شي واحد شي كلمه، كاين اللي اكتضاد شويه فهمتيني، كاين واحد شويه اللي اكتضاد تتجمعك معاه، كاين اللي مجرم، كاين اللي باغي الاجرام، ما عندوش غرض انه يخرج برا، وكاين اللي باغي انه يدوز ديك العقوبه ويخرج. فكانت شويه ديال 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 المشادات الكلاميه، شويه ديال المشاكل، وكنا كنتجاوزوا هذه الامور هذه باش ما نخرجوش عاوتاني عند الموظفين، باش عاوتاني ما يديرولناش محاضره اخر، ويديرولنا تقديم اخر، ويسيفطونا النيابه العامه، ونزيدوا مشكل على مشكل، فكنا بالخاص كنتنازلوا على الحقوق ديالنا، وعلى السب بالوالدين ديالنا، وعلى بزاف ديال الحوايج. وكنتمنى كل واحد عنده شي منتو حساب دار هذيك الميمه، راه نهار تمشي والله لا تلقيتيها، راه تلقاها دابا كتموت معاك كتدير معاك اي حاجه، نهار تمشي عاد تحس بالام. فهذه نصيحه لليوتيوبرز، حاولوا انكم تعرفوا بعضياتكم، ما عجبك شي واحد انتقدوا، لقيتي ما تقول عليه شي كلام زوين قولوا. انا هذه الفيديو اللي بغيت يبقى عندك اخي زوير، علاش؟ شي نهار خرجت على الطوع عاود صيفط لي هذا الفيديو هذا قول لي شوف كي كنتي نهار الاول شوف كي وليت، فهمتيني؟ لان هذا الفيديو غادي يبقى في الاذهان ديال بزاف ديال المغاربه، وكنتمنى انه يكون واحد المحتوى اللي زوين اللي تشكروني فيه، ولا اي حاجه قلتها في حقي فهو راه كلام صح. بزاف د الحوايج ندمت، وكنعتذر من الناس اللي سبيتهم، وكنعتذر من الناس اللي اذيتهم، وكنت الناس اللي اذوني انا بلا ما يطلبوا مني السماحه سامحت لهم، حتى هما سبوني وعايروني وضربوا وقفوا فيا، ولكن داك الشيء ما كيهمش،
فالماضي كيبقى اللوط، دابا كنشوفو شي خطوة لقدام اخويا زوير. دابا شنو هي الخطة اللي راك تدير؟ الخطة ديالي وغادي ننتقد أي واحد. دابا شنو هي الخطة ديالك في المستقبل إن شاء الله؟ الخطة ديالي غادي ننتقد. لا شوف، أنا غادي نقلب على العمل وغادي نقص شوية في اليوتيوب، وغادي ننتقد أي واحد باحترام وبأدب وبشي حاجة تكون زوينة. بحال مثلا يقدر يغلط في شي لايف، تقول له ما داك السيد غلط كذا، ما نطيحش في هذا المشكل هذا. فأنا كنتمنى لأي واحد يفرج عليه الله، كنتمنى من هذا السيد هذا ربي يرحمنا عليه. أنا ما شوف، أنا ماشي حقود، ما جيتش لهنا باش نتشفى فيه هابط للحبس، لأن أصعب فترة في الحبس هو هذا عيد الأضحى. أصعب فترة كاع في الحبس، العام كامل عندك العيد الصغير وعيد الأضحى. هاد الأعياد هادو كتكون مشتاق للوالدين، مشتاق لماكلة دمك، مشتاق للأخوات ديالك، الأبناء ديالك، الأصدقاء ديالك، العائلة ديالك، لأن صلة الرحيم فين كاينة؟ كاينة في الأعياد، فهمتيني ولا لا؟ فبزاف ديال الناس دابا كيقول لك كون غير تلقوني غير نعيد ويردوني، تخيل يقول لك تلقوني غير نعيد ويردوني، والوالدين كيتعذبوا، كتنوض أمك طيب، تنوض الكاطو. كاين غير واحد القدر ديال الماكله، مع تسمعات الماكله داخل السجن، كاين غير واحد كيلو ولا جوج كيلو ديال اللحم اللي يدخلك. واش انت تكفيك جوج كيلو ديال العيد ديال اللحم؟ راه لا يتقبلها اي واحد، فهمتيني؟ فانا كنتمنى من الله سبحانه وتعالى ان ربي يفرج على كل واحد، وكنتمنى ان القلوب تصفى، ولي درتي الثانيه زول ربي كيسامح، لان الله بعدا راه وصى على المسامحه، وصى على اي حاجه، فحاول بنادم يتسامح وكذا. إذا كانت شي ضرر ولا شي حاجة فهم يحلوا المشاكل ديالهم. وشكرا لكم بزاف على هذه الاستضافة، وشكرا على هذا الموضوع اللي عطيتوني باش أنا نشرح للناس ديالنا المغاربة داخل أرض الوطن وخارج أرض الوطن. وشكرا لكم كاملين، شكرا خويا زوير على الاستضافة، شكرا لكم كاملين على هذه القناة المتواضعة ديالكم. فكنتمنى إن شاء الله فرصة أخرى إن شاء الله تكون أحسن من هكا إن شاء الله. ما تنساش دير أبوني الفيس بريس وتضغط على زر الجرس باش توصل بكل جديد.